وقع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة الماليزية اتفاقية الشراكة التجارية مع شركة دي دي ام سي بورتس، والتي سوف تضمن استقرار المستقبل المالي للاتحاد القاري في العقد المقبل. وقع الاتفاقية إلى جانب معالي الشيخ سلمان الدكتور إيرين تاو رئيس شركة دي دي ام سي بورتس، حيث تمنح هذه الاتفاقية الشركة الحقوق الحصرية لتسويق فعاليات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم خلال الدورتين المقبلتين من عام 2021 ولغاية 2028، وذلك اعتبارا من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2022. وألقى معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة كلمة خلال الحفل، أكد فيه على أن التوقيع على اتفاقية الحقوق التجارية تعد حدثا تاريخيا في مسيرة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، مبينا أن الاتفاقية ستلعب دورا هاما في تأمين المستقبل المالي للاتحاد القاري، كما ستضمن للاتحادات الوطنية الأعضاء أساسات مالية قوية يمكن أن نقوم بالبناء عليها من أجل مستقبل أكثر إشراقا لكرة القدم الأسيوية. قال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة إن قد وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية من خلال قوة ووحدة الاتحاد، وهذه الاتفاقية الجديدة ستتيح لنا تقديم برامج لدعم مفصلية الاتحادات الوطنية الأعضاء عبر مبادرات التطوير والبنية التحتية وبرنامج مساعدات كرة القدم الأسيوية. أضاف إلى جانب المبادرات المتنوعة للتطوير، فإن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم سيكون قادرا على العمل من أجل تطوير المسابقات لتصبح ضمن الأفضل في العالم، خصوصا في ظل تصاعد مستوى الكرة الأسيوية وتنامي شعبية اللعبة في القارة الأكبر في العالم. أكد رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن معايير الحوكمة الجيدة والنزاهة التي سادت عملية طرح مناقصة الاتفاقية شكلت هدفا استراتيجيا سعى الاتحاد القاري إلى تجسيده على أرض الواقع، تأكيدا على نهجه الراسخ في اتباع أفضل الممارسات في ترسية الحقوق التجارية.